أهلا بكم. هل صادفت يوما ما أشخاصا ذوي قدرات خارقة أو أناس يبدون كما لو كانوا قادمين من الفضاء الخارجي؟ ففي عالمنا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون قدرات قد لا نصدقها أبدا، ولكن تلك هي الحقيقة. فهؤلاء الأشخاص بالفعل لديهم من القدرات الخارقة والغريبة ما يعجز العقل البشري أحيانا عن فهمه. فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص لا يعرفون معنى النوم ولم يختبروه أبدا، ومنهم من يعاني من اضطرابات في النوم تجعله ينام لدقائق أو لثوان فقط خلال اليوم، ومع ذلك فهم يعيشون بشكل طبيعي ويقومون بكل ما يقوم به الأشخاص العاديون. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض معكم قائمة ببعض الأشخاص الذين يختبرون تلك الظاهرة الغريبة، ابقوا معنا. ريت لامب. ريت لام هو طفل تسبب في حيرة العلماء من مختلف أنحاء العالم وأثار فضول الصحفيين. فمنذ أيامه الأولى وهو مفرط في الحركة ويعشق اللعب بمختلف الألعاب ككل الأطفال، ولكن على عكس كل الأطفال فريت لا ينام بشكل طبيعي، حتى أنه بإمكانه ألا ينام لمدة 5 ليال متتالية ودون أن يفقد نشاطه المفرط. وقد أكد الأطباء من خلال المسح المغناطيسي لمخ ريت، أكدوا على وجود خلل في أنشطة خلايا المخ، ولكنهم لم يتمكنوا من معرفة السبب الحقيقي في هذا الخلل. ويعتقد بعضهم أن السبب هو وجود نوع من الفطريات في المخ. وأكدوا أيضا على أن صحة الطفل لا تتأثر إطلاقا بعدم النوم، وأن صحته تبدو جيدة للغاية، ولكن لا أحد يعرف ما إذا كان ذلك سيؤثر عليه مستقبلا أم لا. فيودور نيستريتشوك. منذ 20 عاما تحديدا، عندما بلغ الأوكراني فيودور نيستريتشوك سن 40، أصيب بنوبات أرق ليلية متكررة، وكان يتغلب على ذلك بقراءة المجلات أو التسكع ليلا، مما ساعده قليلا على النوم. ولكن بعد فترة فقد الرجل رغبته في النوم تماما وأصبح لا ينام مطلقا. حينئذ شعر فيودور بالقلق وذهب لأكثر من طبيب، وجميعهم أكدوا أنه لا يوجد سبب عضوي أو نفسي لتلك الحالة، ونصحوه بتناول العقاقير المنومة. إلا أن ذلك أيضا لم يكن حلا فعالا لمشكلة فيودور، حيث كان يغفو الرجل للحظات بعد تناول المنوم ثم يستيقظ من نومه فجأة دون الرغبة في النوم ثانية. محمد علاء كاظم. حالة غريبة من حالات الأرق الدائمة، وهي حالة محمد علاء كاظم، والذي لم يستطع النوم لعدة سنوات متتالية، ولم يجدي تناول العقاقير المنومة في حالته أيضا. فكل ما كان يفعله هو الاستلقاء على ظهره، بينما تظل عيناه مفتوحتين بطريقة غريبة ويتمتم بكلام غير مفهوم، وتلك هي طريقة نومه. ووقف الطب عاجزا أمام تلك الحالة الغريبة، وقد أكد الأطباء أن محمد لا يعاني من أي خلل عضوي أو نفسي يمنعه من النوم، وأنه عندما يكون مستلق على ظهره فهو يكون في حالة شبه نوم. بينما أكد أقارب محمد أنه أحيانا يتحدث معهم أثناء نومه وكأنه مستيقظ، ولكن بكلمات غير مفهومة. ويقول والدا محمد أنه عندما كان صغيرا كان كثيرا ما يزور المقابر ويجلس هناك لساعات طويلة يغمغم بكلام غير مفهوم وكأنه يتحدث مع مخلوقات أخرى. ستانكو دارغوفيتش. الغريب أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق لساعات أو حتى لأيام وربما لشهور أو سنين لا يشعرون بالتعب، بل على العكس تماما فهم يشعرون بنشاط تام كالشخص الطبيعي الذي ينام بمعدل 7 أو 8 ساعات يوميا. مثال على ذلك المزارع اليوغوسلافي ستانكو دارغوفيتش الذي لم ينم منذ 50 عاما، ومع ذلك فهو يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأي نوع من الوعكات الصحية الخطيرة كأزمة قلبية أو ما شابه، كما أنه يمارس أنشطته اليومية العادية كالعمل والقراءة بشكل طبيعي تماما، ويمارس الرياضة أيضا. وحتى الآن لم يستطع العلم تقديم أي تفسير منطقي لتلك الحالة. جوان مير. أصيبت امرأة في 62 من عمرها بحالة من الأرق، حيث أنها أصبحت عاجزة عن النوم حتى وهي في قمة التعب والإرهاق. فكلما غفت عيناها تحلم بوالدتها المتوفاة وتستيقظ في حالة ذعر شديد، مما زاد من شعورها بالإجهاد والتعب. وأكد الأطباء أن السبب في ذلك هو حدوث خلل في منطقة ما في مخ جوان، ولكنها رغم ذلك تتمتع بصحة جيدة. ولكنها أيضا تعاني من حالة من الرعب الحقيقي كل يوم بسبب تلك الحالة الغريبة. آل أربين.
رجل يدعى آل أربين يبلغ من العمر 90 عاما، يعيش في كوخ منذ 40ات القرن الماضي، يشبه أكواخ الشانتي الموجودة بولاية نيوجيرسي. والمثير للدهشة أن ذلك الكوخ لم يكن به سرير أو أريكة أو أي شيء يمكن النوم عليه، وعلى الرغم من أنه قد تم فحصه من قبل عشرات الأطباء، إلا أنهم جميعا قد أكدوا أنه بصحة جيدة. أربين الذي لم ينم طيلة حياته كان يقضي ليله جالسا على مقعده الهزاز ممسكا بكتاب من كتبه المفضلة، ويظل يقرأ حتى طلوع الشمس، ثم يبدأ في ممارسة نشاطاته اليومية المعتادة دون أدنى شعور بالتعب أو الإرهاق. ديفيد جونز. يعاني ديفيد جونز من حالة من الأرق الغريب، ولكن على فترات متقطعة. ويقول ديفيد أن الأمر بدأ بعجزه عن النوم لساعات ثم لأيام، وفي إحدى المرات قضى جونز 90 يوما دون نوم، وفي وقت لاحق بقي مستيقظا واعيا لمدة 130 يوما. والغريب أنه في كل مرة يزداد الأمر سوءا، حيث تزداد المدة التي يقضيها جونز بدون نوم، ومع ذلك فهو يكون في كامل نشاطه ويستطيع ممارسة الرياضة ويعيش حياته اليومية بشكل طبيعي جدا. وأضاف جونز أن لديه شعورا بأنه سيأتي يوم سيتوقف عن النوم نهائيا. ويعتقد جونز أن سبب تلك الحالة الغريبة هو كثرة التدخين. ياكوف تسيبيرفيتش. تعتبر حالة ياكوف تسيبيرفيتش من أغرب الحالات على قائمتنا. فما حدث هو أنه في أحد الأيام حاولت زوجة الرجل تسميمه، وقد دخل على إثر ذلك في غيبوبة، وعندما استيقظ من غيبوبته حاول استعادة طبيعة جسده بالرياضة، ولكنه أصبح يعاني من أمر غريب كلما ذهب إلى فراشه للنوم. يقول ياكوف أن هناك حلم مسيطر عليه تماما، وأصبح يشعر وكأن هناك ساعة منبهة في رأسه تمنعه من النوم على الرغم من محاولاته المستميتة للتغلب على الأمر بممارسة الأنشطة الرياضية والأعمال الشاقة لإنهاك قواه كي يستطيع الخلود للنوم. ولكن صدق أو لا تصدق، فهذا الرجل لم ينم منذ 30 عاما. ريتشل ساجي. استيقظت ربة منزل مجرية من نومها في إحدى الليالي وهي تشعر بصداع مؤلم جدا في رأسها، وفي الصباح ذهبت إلى الطبيب الذي نصحها بتقليل فترات نومها كي تتحسن حالتها الصحية. ولكن يبدو أنها قامت بتنفيذ نصيحة الطبيب بشكل حرفي، وبطريقة ما أصبحت تعيش حياتها بدون نوم، وحتى وصلت فترة أرقها لأكثر من 25 عاما. والغريب أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة. نوجين فان. يقال أنه لا يمكنك أن تغفو أثناء الخدمة العسكرية، ويبدو أن الفيتنامي نوجين فان قد أخذ الأمر على محمل الجد قليلا، فهو بالفعل لم يغفو منذ 27 عاما. ويقول نوجين أنه نام ذات مرة أثناء الخدمة، وبمجرد أن أغمض عينيه رأى نيرانا ضخمة تلتهم كل شيء، ولم تخمد تلك النيران إلا عندما فتح عينيه، ومنذ تلك اللحظة لم يتمكن نوجين من النوم إلى اليوم. يوستاس برينيت. مزارع إنجليزي يدعى يوستاس برينيت يعاني من حالة أرق مزمن، حيث أنه لم ينم منذ أكثر من 56 عاما، ومع ذلك فهو يستطيع العمل في مزرعته والاعتناء بأسرته بكل نشاط. ويقول يوستاس أنه يقضي لياليه في قراءة الكتب والقيام بأشياء أخرى مفيدة. فالنتاين ميدنا. يعاني هذا الرجل من حالة من الأرق المستمر، ويقول أنه يقضي ليله وحيدا جالسا محملقا في الجدران ولا يجد شيئا يفعله، حتى أنه في أحد الأيام قام برحلة من جنوب قشتاليا إلى مدريد على قدمي، حيث قطع مسافة 200 كيلومتر في 4 أيام سيرا دون نوم. في الواقع لم ينم ميدنا منذ أول يوم في حياته، وقد قام بعرض حالته على الكثير من الأطباء والخبراء أملا في إيجاد علاج لمرضه. وبالفعل كانت هناك محاولة وحيدة في حياته للشفاء من مرضه، لكن تلك المحاولة لم تكلل بالنجاح. ومن سوء حظه أنه أيضا لا يجيد القراءة، فلم يجد ما يسليه في الليل عوضا عن النوم، ولذلك فلياليه تمر مرورا بطيئا ومملا بشكل لا يطاق. الراهب دافع. في عام 2003 اكتشف أطباء منظمة الصحة العالمية حالة فريدة لراهب بوذي يعيش في الصين. ذلك الراهب قد فارقه النوم منذ أن كان عمره 11 عاما، ويدعي الراهب دافع أنه بطريقة ما تمكن من التوقف عن النوم طوال 90 عاما من عمره، وحتى الآن لم يكتشف الأطباء سر طريقته تلك. ويعتقد البعض أنه ربما تمكن من النوم على الأقل ليلة واحدة،
ولكن بطريقة سرية لا يعرفها أحد غيره. شكرا على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.